السلام عليكم، يسعد أوقاتكم طلاب الصف الثامن. اليوم يا مس رح نبدأ بمادة العلوم في وحدة جديدة اللي هي وحدة الكهرباء المتحركة. احنا بنكون يا تامن نهينا معكم الوحدة الأولى اللي هي وحدة الوراثة بدروسها بحلقة أسئلتها نهيناها كاملة. اليوم راح نبلش في دروس جديدة وأفكار جديدة ووحدة جديدة اللي هي وحدة الكهرباء المتحركة. أول درس في وحدة الكهرباء المتحركة هو مفهوم التيار الكهربائي. أول شيء سامن، هاي المادة مرة عليكم قبل هيك وأخذناها بالصف الرابع، أخذنا عن التيار الكهربائي والدارات الكهربائية. إذا تتذكر يا سامن الدارة الكهربائية اللي كانت عبارة عن أسلاك ومصباح ومفتاح وبطارية، وكنا نقوم بعمل تجربة أن لما نغلق المفتاح يضيء عندنا المصباح الكهربائي، ولما نفتح عندنا المفتاح يطفئ المصباح الكهربائي. اليوم رح ناخذ عن الدار الكهربائي والتيار الكهربائي بس بشكل موسع أكثر يا ثامن. هلا أول شيء بدك تعرف إياه يا ثامن هو تعريف التيار الكهربائي. لما بحكي تيار كهربائي شو المقصود بالتيار؟ التيار الكهربائي يا ثامن هو عبارة عن كمية الشحنات الكهربائية التي تعبر مقطع الموصل خلال ثانية واحدة، أو ممكن يكون لها تعريف ثاني هو حركة الشحنات في المواد الموصلة. إذا التيار الكهربائي هو كمية الشحنات الكهربائية التي تعبر مقطع الموصل خلال ثانية واحدة، أو كتعريف ثاني حركة الشحنات في المواد الموصلة. المقصود عندي زي هون في هاي الدارة الكهربائية في عندي الشحنات بتمر عبر هاي الأسلاك لحتى ايش يصير عندي يا سابع الآسف الثامن يضيء المصباح. إذا راح تمر عند الشحنات عشان يضيء المصباح. نفس المبدأ عمل الكهرباء في البيت أو في المدرسة. هلا أنتوا كيف بتضوء أو بتنور عندكم الأشياء بالبيت أو بالمدرسة؟ اللي بصير عنا يا ثامن أنه أنتوا بيوتكم موصول بأسلاك كهربائي مع مولد كهربائي كبير. هذا المولد الكهربائي هو اللي بمد بيتكم بالكهرباء أو الشحنات الكهربائية. فأنا هسا لما بندرس هاي الكبسة اللي بنحكي لها كبسة الكهرباء أو المقبس يا ثامن، لاحظوا أنا لما فتحته انطفت عندي الغرفة، وإذا أغلقت المفتاح شو راح يضيع عندي؟ المصباح أو النيون. فالبيتكم أو في المدرسة أو في المصانع أو بالشركات كلها عبارة عن دارات كهربائية بس مكبرة أو متطورة، لأنه كلها عبارة عن أسلاك، وفي عندنا مصدر للكهرباء، وفي عندنا مفتاح بتحكم بالكهرباء أني أشغلها أو أطفيها، وفي عندي مصدر اللي بعطيني الإضاءة. ماشي يا ثامن؟ إذا ببيتك ومدرستك في عندك دارات كهربائية بس على شكل مطور أو موسع. فالتيار الكهربائي هي الشحنات اللي مرت عندي هلأ بالسلك لما أنا كبست الكبسة وضوت عندي النيون موجود عندي في الغرفة. هاي الكهرباء يا ثامن عبارة عن شحنات كهربائية سالبة وموجبة. الكهرباء أو التيار الكهربائي هي عبارة عن شحنات كهربائية، وهي الشحنات الكهربائية في منها الموجبة والسالبة. إذا الشحنات الكهربائية نوعين، موجبة وسالبة. هلا بحكي لك حتى التيار الكهربائي في منه نوعين أو تعريفين أو مصطلحين علميات بنستخدمهم، اللي هو التيار الإلكتروني الفعلي والتيار الاصطلاحي. شو المقصود بكل واحد فيهم يا ثامن؟ التيار الإلكتروني اللي هو الفعلي هو المقصود فيه حركة الإلكترونات من الطرف السالب للبطارية إلى الطرف الموجب. هلا يا ثامن كلكم بتعرفوا البطاريات، شكل البطارية. هلا البطارية عبارة عن هذا الشكل. البطاريات بتستخدمها في الساعات أو في الألعاب اليدوية الإلكترونية. هلا بحكي لك هي عندي بطارية، شو بتلاحظ فيها أو غيره؟ بكون كاتب لك هون إشارة ناقص أو سالب، هون إشارة موجب. في طرف بيكون بالبطارية سالب وفي طرف موجب. فالتيار الفعلي أو الإلكتروني اللي هو بصير عندي داخل البطارية نفسها، يعني حركة الإلكترونات من الطرف السالب للطرف الموجب. ماشي يا ثامن؟ إذا التيار الإلكتروني الفعلي بصير عندي لحركة الإلكترونات أو لحركة التيار داخل البطارية اللي هو بيكون عندي من الطرف السالب إلى الطرف الموجب.
أما التيار الاصطلاحي اللي هو إحنا أصلاً نستخدمه ندرسه هو التيار الذي ينشأ نتيجة حركة شحنات الموجبة من طرف البطارية الموجب وصولاً إلى طرفها السالب عبر الدارة. التيار الإلكتروني الفعلي أنا بتحرك عند الشحنات أول شيء داخل البطارية من السالب الموجب، هلا بتكمل طريقها من الموجب تبع البطارية إلى السالب تبع البطارية. هاي أول شيء عندي بطارية يا ثانية، هاي موجب هاي سالب. أول شيء صار عندي التيار الفعلي أنا تحركت عندي تحركت عندي الشحنات من الطرف السالب إلى الطرف الموجب للبطارية بسميه تيار فعلي. أما التيار الاصطلاحي هو أنه نكمل التيار مسيرة أو مشيته من القطب الموجب إلى القطب السالب للبطارية. واضح؟ ضروري تفرق بين التيار الفعلي والتيار الاصطلاحي يا ثامر. هلا التيار له قانون نتبعه احنا رياضيا عشان نطلع لك قديش كمية التيار اللي مرت بهاي الدائرة الكهربائية كرقم او عدد او كمية. ماشي يا مس؟ اذا ميزنا بين التيار الفعلي والتيار الاصطلاحي، هلا بدنا نحل على قانون التيار الكهربائي. بحكي لك انه التيار الكهربائي هو عبارة عن الشحنة الكهربائية على الزمن. كيف بعرف كم كمية المقدار الكهربائي مر عندي بهذا السلك؟ نحكي انه هو كمية الشحنات، يعني قديش عدد الشحنات اللي مرت عندي هون على الزمن اللي استهلكته هاي الشحنات لحتى تمشي بهاي الدارة الكهربائية. خليك معي يا ثامن، رح نكتب أول إشي عندنا في اختصارات أو رموز لقانون التيار الكهربائي. مش حكينا التيار الكهربائي يا ثامن هو عبارة عن الشحنة الكهربائية على الزمن؟ بدل ما ضل عند كتاب تكون هذا القانون، العلماء طلعوا له اختصارات. هاي الاختصارات بدل كلمة التيار الكهربائي بكتب حرف ايش؟ التاء. هاي هو اصلا بيحكي لك التيار الكهربائي يساوي الشحنة الكهربائية على الزمن. طيب انا بدل ما اضل كل مبدا احنا اسال يا ثامن اكتب هذا القانون نفسه. العلماء طلعوا له اختصارات بيحكوا لك بدل كلمه التيار الكهربائي اختصار بحرف تاء، وبدل الشحنه شي، وبدل زمن زين. اذا بدل التيار الكهربائي مختصر بتاء، وبدل الشحنه الكهربائيه شي، وبدل الزمن زين. ماشي يا مس؟ هلا وحدة الشحنة ايش هي؟ كولوم. وحدة الشحنة كولوم، نسبة إلى العالم كولوم. وحدة الشحنة كولوم بدك تحفظها يا ثامن، نسبة إلى العالم كولوم. أما الزمن بيكون عندك أي وحدة يا ثامن؟ وحدة الثانية. الزمن بيكون عندي وحدة الثانية. على هيك شو بتطلع عندي وحدة التيار الكهربائي اللي هي كولوم لكل ثانية. بس انا بدل ما اكتب برضو كولوم لكل ثانيه، العلماء عبرونا عن وحده كولوم لكل ثانيه اللي هي وحده امبير، برضو نسبه للعالم اللي وضعها. اذا كولوم لكل ثانيه بقدر اختصرها بوحده امبير، نسبه الى العالم اندري ماري امبير اللي وضع لنا هاي الوحده للتيار الكهربائي. هذا القانون حفظ يا ثامن، لانه راح يصير نطبق عليه. طبعا اسهل لك تحفظ لي على شكل رموز، اسهل للكتابه. طيب هلا رح ناخذ اليوم مثال، والحصه القادمه ان شاء الله رح نحل من العديد من الامثله على قانون التيار الكهربائي. الوحدات ضروري تحفظها كمان يا ثامن، وحدات التيار الكهربائي ووحده الشحنه الكهربائيه ووحده الزمن مطالبين بحفظهم، زائد قانون التيار الكهربائي لانها راح تكون عباره عن تطبيق حل رياضيا. هلا الدارة الكهربائية اول شيء كلياتكم تعرفوها. الدارة الكهربائية اخذناها بالصف الرابع يا ثامن، هي عبارة عن مصباح، هيك كنا نقصد مصباح، وهي اسلاك، ها
هاي مصباح كنا نعتبرها أسلاك، ونرسم بطارية، ونرسم مين؟ المفتاح. هلا أنا بدل ما أرسم هاي برضه العلماء طلعوا لي رموز للدارة الكهربائية. حكوا لك المصباح ترمز له بالرمز دائرة وجواتها إكس. الأسلاك نفس الرمز اللي هي عبارة عن خط مستقيم. البطارية بيحكوا لك ترمز له واحد كبير واحد صغير، الكبير هو الموجب والصغير هو الطرف الثالث. والمفتاح حكينا بنرمز له هذا الرمز. واضح يا مس؟ إذا هاي دارة كهربائية عادية، وهي دارة كهربائية بالرموز. دارة كهربائية بالرموز. طبعاً كل واحد بده تحفظ رمزه يا ثامن. هاي مصباح مصباح، أسلاك أسلاك، بطارية بطارية، والمفتاح مفتاح. واضح يا مس؟ طيب هلا عشان يطلعوا زي ما حكينا شدة التيار الكهربائي أو مقدار التيار الكهربائي بمر عندنا في الدارات الكهربائية، شو عملوا العلماء يا ثامن؟ وضعوا جهاز اسمه جهاز أمبير، صار يحطوه بالدارة الكهربائية. جهاز أمبير هو عبارة عن جهاز تقريبا زي هيك مستطيل يا ثامن، وبيكون عندي هون زي قوس في عليه مجموعة من الأرقام مدرج، وفي عنا إيش؟ مؤشر. هلا هذا الأمبير بوصله عبر أسلاك بالدارة الكهربائية. ماشي يا مس؟ هي وصلناها بالدارة الكهربائية. وبشغل هاي الدارة الكهربائية. حركة المؤشر هي بتدل عندي على كمية أو مقدار التيار الكهربائي اللي راح يمر عندي بهاي الدارة. حركة المؤشر الأمبير بتدل عندي على كمية التيار الكهربائي اللي بمر مؤشر الأميتر بدل عندي على كمية أو مقدار التيار الكهربائي المر عندي في هاي الدائرة. إذا هذا اسمه جهاز الأميتر. جهاز الأميتر. إذا جهاز الأميتر هو جهاز الأميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار الكهربائي. ورمزه يا ثامن له رمز زي بعض أجزاء الدارة الكهربائية اللي هي دائرة جواتها حرف A. إذا رمز الأميتر الذي يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي وكمية التيار الكهربائي هي رمزه A. هي رمز الأميتر. يعني أنت لو بدك ترسم إياه مع الدارة الكهربائية ما بترسم جهاز كم زي هيك، بس دائرة جواتها حرف A ترسم لي. واضح يا ثامن؟ إذا هي دارة كهربائية عادية ودارة كهربائية بالرموز، عرفنا لك شو الجهاز الذي يستخدم لقياس التيار الكهربائي وهو الأميتر، وحكينا لك شو الرمز تبع الأميتر. اليوم راح أذكر لك مثال يا ثامن على حل على قانون التيار الكهربائي. بالمرة القادمة راح نذكر العديد من الأمثلة. زي مثال بالكتاب بحكي لك مكواة يمر فيها تيار كهربائي مقدار 5 أمبير، احسب مقدار الشحنة الكهربائية التي تمر في المكواة خلال 5 دقائق. لاحظ معي هذا المثال يا مس، بوضح لك إياه عشان تنتبه معي، لأنه إذا تلاحظ يا ثامن الزمن بوحدة الدقائق وليس الثانية، أوكي؟ الزمن بوحدة الدقائق وليس الثانية، وهو معطيك التيار والزمن وشو بده؟ بده الشحنة الكهربائية، يعني هون في عندنا العكس. هاي مثال كتاب رح أحكي لك إياه عشان أوضح لك يا ثامن. في عندنا مثال هذا المثال يا ثامن معطيك مقدار التيار الكهربائي 5 أمبير ومعطيك الزمن قديش؟ 5 دقائق. شو اللي ناقص عندي؟ بده مقدار الشحنة، أن الشحنة كم تساوي؟ ماشي يا مس؟ طيب هلا الحل احنا يا ثامن اخذنا قانون واحد، اخذنا ان التيار الكهربائي يساوي الشحنة الكهربائية على الزمن،
وحكيت لك وحدة التيار الكهربائي أمبير والشحنة كولوم من الزمن ثاني. طيب هلا التيار الكهربائي معطيني اياه عادي 5 أمبير، بس الزمن معطيني اياه في الدقائق، شو بعمل يا ثامن؟ هلا انتم بتعرفوا كل دقيقة قديش بتساوي 60 ثانية. طب الخمس دقائق كم ثانية؟ نضرب 5 ضرب 60. 5 ضرب 60 كم راح يساوي؟ 300 ثانية. إذا بنعوض معطيه مقدار التيار الكهربائي 5، الشحنة الكهربائية هي المجهول عندي تطلعها، الزمن يا ثامن حولناه من دقائق إلى ثواني طلع عندي 300 ثانية. هيك بقدر أطلع مقدار الشحنة. في أخذتوها برياضيات لما يكون زي هيك عندي بسط مقام ويكون في عندي إشي مجهول أخذته إشي اسمه عملية ضرب تبادلي، صح يا ثامن؟ طيب هلا نوصل هيك إلى أنه الشحنة تساوي عنا 5 ضرب 300 وتساوي 1500 كولوم. واضح يا ثامن؟ 1500 كولوم. هذا مثال توضيحي لقانون التيار الكهربائي. في المرة القادمة إن شاء الله راح نحل لكم العديد من الأمثلة، بس ضروري يا ثامن تفهم لي أو تحفظ تعريف مصطلحات للتيار الكهربائي وقانون التيار الكهربائي مع وحداته بالرموز اللي هي الشحنة كولوم الزمن الثاني ووحدة التيار الكهربائي أمبير، والجهاز الذي يستخدم في قياس التيار الكهربائي هو الأميتر، وتحفظ لي رمز الأميتر ورمز البطارية والأسلاك الكهربائية والمصباح في الدارة الكهربائية. ويعطيكم العافية يا ثامن.